السلام عليكم من جديد. بما انه الجو ممل اليوم والسلام عليكم بفلوق جديد ويوم جديد. وبما انه اليوم الجو حلو راح اخذكم دور. والسلام عليكم من جديد. بما انه اليوم الجو حلو راح اخذكم جولة بهولندا بمنطقة جديدة السلام عليكم من جديد. بما انه اليوم الجو حلو راح اخذكم جولة بهولندا جولة ثانية. والسلام عليكم من جديد. بما انه اليوم الجو حلو بهولندا راح يخلص الشحن والله ما خلصت المقدمة. السلام عليكم من جديد. ربي يسعدكم. شكرا للي تابعوا الفيديو القديم وشكرا للكتب وكومنتات حلوة وشكرا لكم جميعا. ربي يسعدكم. شكرا لكل واحد حط لايك. شجعتوني انه اصور اليوم بعد فلوق ثاني وفلوق ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع. شكرا لكل اللي دعمني. شكرا لكل اللي كتبوا تعليق. اليوم ان شاء الله راح اخذكم بفلوق ثاني منطقة ثانية في هولندا بما انه الجو حلو. فخليكم معنا وربي يسعدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. السلام عليكم من جديد. الآن في منطقة في هولندا اسمها تنهاخ راح أعرفكم عليها. منطقة فيها كثير ناس وكثير عالم وفيها مناطق يعني مناطق حلوة يعني. راح أعرفكم عليها بهذا الفيديو. صعد فوق ما اعرف. هذا المكان تصدر كل قوانين هولندا وكل الأمور اللي تخص البلد. هذا هو البرلمان. هذا البرلمان تبع هولندا. هنا يصير اجتماع لكل المسؤولين وهذا. هاي كنيسة قديمة. محل بوزة. وهنا هذا هو البرلمان. أخذكم جولة سريعة.
هذا أول شغلة أرسمها بحياتي، يعني كم التمثال وهذا. بس كنت صغير وكنت بالعراق بوقتها، رسمت الحصان والشخص هذا، وحتى ما أعرف من هو، ولكن حبيت الصورة ورسمتها. هذا اسمه مكتوب هنا وبأي زمن هو. هذا خارج البرلمان، هذا هو أمير قديم لهولندا، ملك سوري. هذا البرلمان من الخارج. والآن راح أكملكم الفلوق. أنا شوية يعني ما متعود أظهر قدام كاميرا، فما أطلع نفسي كثير، راح أصور أكثر شيء مناظر ولا هذا. ولكن هاي البرلمان من الخارج مثل ما تشوفون، هاي منطقة اسمها دانهاخ. ناس يسلمون علي، يشوفون لحية وهذا، يقولون من هذا ملتحي. يلا راح نكمل الفلوق. بلشت وقف. هاي المكان مليانة بط ومن هذا البجع والأشياء هذول. هذا التمثال صار لي ساعة أدور عليه، والصراحة ما أعرف من هو أصلا، بس البنت اللي جوا هذه حلوة، بيدخل يصورها. عندي تعليق على سالفة، هاي سالفة الإقفال شنو؟ حتى هناك أمهات السحورة. أوه هذا المكان كله مطاعم صينية، مكتوب تشين تشان تشو، يعني تفضلوا باكر بالجرادي. ناخذنا جولة فيه. هاي الأكلات الصينية كل أبوها. واحد جي سود. ترارارا خلصت. نيهاو. صراحة التمثال عجبني، مصنوع من حديد، جماجم اثنين. بس شنو سالفتهم اثنيناتهم طالعين لسانهم؟ شنو السالفة ما اعرف. اذا احد يعرف شنو يعني هالتمثال يكتب لنا بكومنت، نريد فنان تشكيلي. انا من شفتهم تذكرت تن تري 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 تري، شي صبر العاشق يا خالة. نكمل بعدك وتماثيل كوما. بالنسبة لهذا التمثال ما يحتاج شرح، الشباب يعرفون شنو معناه. هذا تمثال بنتين محجبات، هاي المنطقة فيها كثير مسلمين لأنه حاطين بنتين محجبات. شوف ما كاتبين شي عليه، لا ما كاتبين شي. وهذا تمثال آخر، هذا
الله وراح اكمل الفلوق وطالع السفاره العراقيه لانه عندي شغل هناك. اروح السفاره وارجع لكم مره ثانيه بفلوق ثاني. احبكم. جيناكم السفارة العراقية في هولندا. رفرف يا علم فوق الحضارات. ساعة ونص انتظر. انتظر. بس خلصت من السفارة العراقية. راح اشوفكم شارع السفارات. هذا شارع السفارات، كل الشارع سفارات، كل الدول عربيه اجنبيه. هي السفاره العراقيه هنا. في البدايه المملكه العربيه السعوديه، لا اله الا الله محمد رسول الله. نرجع نكمل الاعلام الباقي. قطر مؤسسة الشرق، هذا علم دوله قطر، علم دولة قطر. الله حيوم طوعين الصعايب. شوف وين حاطين علم العراق، شوف وين حاطين علم العراق. ليش حتى بالفلاح حتى بالهذا حاطين علمنا ويا علمهم؟ هذا علم العراق. وهذا علم مدري ايران مدري منو. اسرائيل، كوريا الشمالية. هذا بن بلة. ان شاء الله بس ارجع البيت راح اكتب لكم جنبه وش قصته الرجل هذا. هذا رجل السلام العالمي. السلام عليكم. واي مثل ما شفتوا اعلام كل الدول، لقيت علم العراق، لقيت اعلام كثيرة. اللي شاف علم بلده يحط لنا لايك وخلينا نكمل الفلوق. استاشون دنهاخ، دنهاخ سنترال. انا قاعد انتظر الترين ان شاء الله شويه ويجي وارجع واصل على البيت. احبهم ليش خلاني تذوب بحبهم عيوني، وانا مو صوتك خايس لا تغني. اشوفكم ببيروت.